يمكن باحتفالات الكريسماس الطبيعية اللي احنا ما نكونش في حرب. بالعادة احنا بنحتفل ببيت لحم، بنروح بنصلي، بنروح بنشوف الاحتفالات، الشجرة، إضاءة الشجرة والناس كل الشغلات هاي اللي احنا يمكن هي بتحسك بأجواء العيد أكثر لأنه تكون ما فيش هاي الاحتفالات. فكل سنة احنا كنا بنروح بيت لحم، بيطلع لنا تصريحنا، بنروح بيت لحم، بنحتفل هناك. السنة طبعا مش قادرين حتى نوصل للكنيسة تبعتنا اللي هي أصلا بغزة وبعيدة عني تقريبا ما كملتش 3 ساعة. أنا مش قادر أروح حتى أصلي فيها، لا أصلي لا أقدر حتى الروحانية تبعت العيد أخذها. كل شيء هناك، كل حياتنا هناك، إحنا سايبين كل شيء وجايين، سايبين كل شيء ونازحين، سايبين كل شيء وجينا على مكان إحنا ما نعرفوش أول مرة نفوته. يمكن في أضغاث أحلامنا ما مراش فكرنا إن إحنا نقعد في هذه القعدة. بس اشي كتير بضايق ان انت تكونش مع الطائفة تبعتك، ما تكونش بأجواء العيد مع الناس، ما تكونش يمكن ما تكونش ضوء شجرة في بيتك، في كنيستك. ما هون اللي عايشين معنا اللي هم من اخواننا المسلمين، يمكن قعدنا على الحطب من يومين، قعدنا نغني اغاني الميلاد وصرنا زي السهرانين نحتفل، مع العلم ان هم ما لهمش في الكريسماس، بس بالنهايه يعني حاولنا ان احنا ان نحتفل، او حاول هم يحتفلوا فينا عشان يحسسونا باجواء العيد وهيك. الحمد لله في النهايه ما بقول لك انه حاسين بكريسماس، بس دينيا حاسين فيه، بس احتفاليا لا مش قادرين نحس فيه. ومش قادرين نحس لظروف الحرب اللي عم بتصير، للناس اللي عم بتموت، للبيوت اللي بتتدمر، للشوارع، للبلد اللي راح. مسيحي او مسلم، هاي في غزة بالذات يمكن ما بنحسش فيه الفرق الكبير بيننا، لانه حتى لما يصير حروب الاستهداف ما بيكون مخصص بس للمسلمين او المسيحيين، بيكون للكل، كلنا تحت القصف، كلنا تحت الدمار.